سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري عام كابتن. مش عايز كلام خارج خالص غير على الدوري والبطوله الدوري والبطوله الافريقيه، مش عايزين نتكلم في اي حاجه خالص اطلاقا يعني في اي حاجه خارجيه، بل بالعكس احنا بنحترم كل الناس وبنقدرها وبنتعامل بشكل محترم، تاريخنا بيقول كده، واحنا مش احنا اللي بنتكلم في اي حاجه اطلاقا، بقى بالعكس الناس هي اللي بتوجه لنا الكلام والناس هي اللي وفي الاخر يعني بتقول ان احنا اللي بنقول كده يعني. لا طبعا احنا لا بنتجر ورا حاجه ولا بنستهدف حاجه معينه غير فرقتنا، بنعمل ضغوط على الفرق الثانيه وهنوصل اللي احنا عايزينه ان شاء الله الرحمن من خلال المنافسه ومن خلال الملعب ومن خلال 90 دقيقه في كل لقاء يعني. لكن احنا مش احنا الدور اللي بيعمل يعني، بالعكس احنا اللي دايما بيبقى فيه غلط منسوب الينا. لكن انا برضو ارجع اقول يعني انا بحترم نادي الزمالك جدا، بحترم جماهيره جدا، بحترم لاعبيه جدا يعني. ما قبل 2005 كانت الناس بتاكل عندنا وبتشرب عندنا واحنا كمان بنروح ناكل عندهم وبنشرب عندهم ما قبل 2005 يعني، فانا التاريخ ده قصده تماما يعني. فلا احنا بنحترم الناس جدا جدا، الملعب هو الفيصل في كل شيء، ومش هنتجر لاي كلام بيتقال خارجي في فيديوهات يعني، بينسب لنا الراجل بينسب لنا ان احنا اللي بنعمل حاجه. لا انا بقول له بالفم المليان، لعيبتك وجماهيرك بحترمها جدا وعلى راسي من فوق، لعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك على راسي من فوق، لكن مش ممكن ابدا يبقى في احتقان ما بين الجماهير غير في مناوشات صغيره او يعني كلام ممكن يبقى مقبول رياضيا، لكن الاحترام موجود، التقدير موجود. بطوله الدوري يعني احنا بنشتغل عليها وبنتعامل معاها بشكل جيد جدا من خلال اللقاءات، لا اشتكينا من ضغط مباريات ولا اشتكينا من تلاحم مباريات ولا اشتكينا من اشتراك في عدد كبير من المسابقات، بنمثل مصر وعارفين كويس قوي اسم مصر بالنسبه لنا واسم البلد بالنسبه لنا وبنقدره كويس قوي، عمرنا ما عملنا مشكله لا قدر الله تمس البلد او تمس سمعه البلد او اسم البلد، بالعكس كنا احنا دايما رافعين اسم البلد بشكل كبير جدا، متواجدين في المحافل الدوليه بمنتهى الرقي والاخلاق والعظمه اللي تستاهلها مصر يعني. فاحنا مقدرين جدا اسم البلد ومكانتها بشكل كبير جدا يعني. لكن في النهايه بطوله الدوري هنضغط على الناس اللي قدامنا، هنضغط على الناس اللي فوقينا في الترتيب في الوقت الحالي يعني، ان شاء الله الرحمن نأديها بشكل كويس. فيما يخص اللقاء النهارده زي ما قلت لك يعني مباراه سهله جدا انها تخلص بعدد كبير من الاهداف يريحك، في بعض الفرص كانت التعامل فيها ما كانش بشكل جيد يعني، لكن هي مباراه وانتهت وهنبص المباراه الداخليه ان شاء الله. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن نساء عبد الحفيظ مدير الكرة.